حان الآن موعدنا مع نشرة الأخبار الفندرودي المشي عادي تقديم كريم الجانج. هيا روح كريم. كما راك تشوفوا يا كريم لنشرة الأخبار تاع الفندرودي عندها بيرو مشي قاعد بيرو تاع أخبار. ورماركي تانيك بلي حتى الورق تاعنا هما الورق تانيك مش تاع أخبار. بيسكو الورق بيوضع. أنت التكست تاعكم محطوط هنا. وفي التكست هذا فيه ثغرات وكل خطرة في كل خبر الخبر هذا مرتبط بحرف. مثلاً في الحرف الأول اللي نقرأ هنا هو الثاء. وين تقرأ الثاء تسمى قاع وين تلقادو الثغرات لي بتي بوان تي عمرهم تاع بليماجيناسيون تاعك. بصح أون توت أون إيتون سيريو تاع النشرة تاع راهي كحلة. يعني سيريو. عمري ما شفت بارك الله فيك. عمري ما شفت يقدم نشرة زعما يبتسم ما كاينش منها. محال. ماركي زعما يقولوا فاست لالجيري ساكا أن. توجو مكشر. فزنا. فزنا وصحيح. أو. سيريو. وما تزيدش سيريو ما كاش ما كاش ما كاش فرحة. نبداو الجينجل يتلونسا. عندكم جينجل؟ تلتنا اللون يتلونسا الجينجل الكرة عندك. جينجل. مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم في أخبار الجمعة. بداية نشب حريق ثغرة بغابة ثلاجة صبيحة يوم مما تسبب في احتراق كمية كبيرة من الثعالب، الشيء الذي ثبت في ارتفاع درجة الحرارة. هذا وقد تدخلت مصالح مصالح الكمارك أيوة. مباشرة بعد نشوب الحريق وأطفأت الكاريق. إلى أخبار الثقافة، حيث ستحيي الفنانة ذيب ديباوي حفلا ليلة أمس بمسرح ذباب المذبذب دبانة ودار حالة إحياء لحفل بذات نواحي إحياء لحفل رأس السنة. ويذكر أن الفنانة ذيباب ذيباوي وافقت على إحياء الحفل مقابل مبلغ والو مليون مليار دولار ستدفعها وزارة الموارد المائية من أجل إسعاد الوطن. حيث زين. نختم نشرتنا بأخبار الرياضة، أين فاز المنتخب الوطني لكرة طائرة القدم على بطل العالم منتخب طنبولة الكرة لحساب الجولة 14 من تصفيات بطولة آسيا الجارية فعاليتها بدولة تايوان. وبهذا يكون أشبال المدرب مابح سعدان قد وضعوا خطوة في المربع المذهب لكأس أمم إفريقيا. نهاية النشرة، إلى اللقاء.